الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله إحنا في قلب المعهد الديني في اسكندرية، طبعا في العصافرة إبلي، عند الحاج، عند معرض الحاج محمد قاسم للأدوات المنزلية. بصوا يا جماعة، هو يبقى جنب البوسطة وجنبه كده البطل الروماني للملابس الداخلية. تمام، هنتفرج بقى ونشوف الحاجات الحلوة اللي نازلة لعروض عيد الأم. بصوا حاجات كتيرة قوي، ألمونيوم بقى وصيني، وفي أسعار يعني أسعار حلوة جدا. أول حاجة هنبتدي بيها الحاجات اللي هي البلاستيك. بصوا بقى الشانون عامل عروض حلوة جدا. بس نشوف أول حاجة مريالة المطبخ. بصوا مريالة المطبخ بعشرة جنيه بس. بصوا يا جماعة، أدي مريالة المطبخ أهي، طبعا دي واتر بروف. تمام، ندخل بقى على الشانون. عندنا الشانون ده أسواق الخير، الهلال والنجمة ده ب 320 جنيه يا جماعه، يعني نازل عليه عرض. عايزه اقول لكم كل انواع الشانون نازل عليه عرض. 320 اهو، ده اربعه وده اربعه برده، كل اربعه طويل، ده 450. ده الهلال والنجمه بقى، ده ده كومودينو يا جماعه، شايفينه؟ والحاجات دي بقى يعني ب 450. لا 300 330 300. بصوا بقى اللي فوق كمان ب 300 الشانون ده، 330. ايوه 330. ادي ده اشكاله، كل الحاجات دي نازل عليها عروض بمناسبه عيد الام. في برده هنا عندنا الطقم ده اللي هو بتاع الحمام وكده، ب 450 يا جماعه. في كل الالوان، كله ماشي. ده بقى ايه؟ ده سبت للغسيل. بس شكله بصوا مختلف عن سبت الغسيل يا جماعه، شكله كده اللي هو مطول شويه. ده بكام الرتان ده؟ ده ب 90. بعد ما كان ب 120، يعني نازل عروض حلوه قوي بمناسبه طبعا ايه، رمضان بقى وعيد الام. وعندنا الجردل اللهلوبه ب 185 بالعصايه بتاعته اهي. تمام، كل حاجه ب 185. وفي جردل تاني ب 65 بس، يعني بالشرشوبه برده بتاعته. تمام، في الترابيزه الصغيره دي الرتان، ممكن نفطر عليها ولا حاجه، يعني حاجه بسيطه كده وتقدمي لحد حاجه عليها، ب 85. والبانيو بقى ده بانيو ب 65، ب 60. شايفين الاسعار الحلوه؟ شايفين الاسعار عند الحاج محمد قاسم. وبصوا الترابيزات اهي الوانها. بصوا يا جماعه، ده غير بقى سبت الغسيل ده ب 120. حاجات هتلاقوها بجد حلوه واسعارها حلوه. ده ب 45 بعد 75 اهو. وبرده في عروض كمان، يعني وفي لسه في عروض تاني ان شاء الله المتابعين للقناه باذن الله. تعالوا بقى نشوف الناحيه الثانيه. انا شايفه عنده طقم حلل، طقم حلل ب 500 جنيه بس. هو ايه بقى ده؟ ده ايه اللي هو دي؟ علب فيها هديات كده. هو يعني ايه؟ يعني الطقم ده عليه هديه كمان؟ ده يا استاذ الطقم فيه كام حله؟ ده سبعه. الطقم فيه سبع حلل بسبع هدايا؟ يعني بص حضرتك، واحد اثنين ثلاثه اربعه. بصوا حبايبي، ادي كده واحده اثنين، من اول مقاس 16 ده ولا كام؟ 16 وانت نازله كده. وانت بقى لغايه 24 اكبر حاجه؟ 28. لغايه 28. وكل واحد ولا ده فيه المقابض مثلا بتاعته ولا يعني المقابض بتاع، يعني في مقبض في انت بقى، يعني ايه بقى حسب الهديه. في هديه. بصوا كل حل عليها هديه. بكام؟ ب 500 جنيه بس. الطقم ده ب 500 جنيه بس يا حبايبي. دي برده من ضمن الحاجات. كام؟ بدل 1000 جنيه بقى ب 500 جنيه. تعالى بقى نشوف الحاجات اللي هي دي. عندنا برده الصواني والحاجات اللي هي الكروانات موجوده برده، والمجور. هنشوف برضو الصواني. بصوا حبايبي، الطاسه دي اللي هي الجريل دي ب 175 اهي. دي برضو من ضمن العروض اللي عندنا. في عندنا كمان ده طقم شماعات ب 25، فرصه خمس قطع ب 25. هنشوف برضو حاجات تانيه في الجوله بتاعتنا ان شاء الله. بكام بقى الصواني دي يا استاذ؟ هشتري منك كل حاجه باذن الله. بكام بقى ده؟ في ثلاثه وفي اثنين. ده اثنين بكام؟ يعني الثلاثه بكام؟ 120 ب 100 جنيه. ب 100 جنيه الثلاثه. تمام، والاثنين؟ الاثنين ب 80 جنيه. ب 80 جنيه. تمام، بصوا بقى الاشكال بتاعتها. طبعا شفنا الطقم ده اللي هو الالومنيوم. تعالوا بقى كمان نشوف الرفايع والحاجات. هنا بجد في حاجات كتيره قوي. يعني المجات دي بكام بقى؟ الكوبايات دي ده الواحد ده ب 10 جنيه. ده فرز اول؟ فرز اول، حاجه نضيفه وبس. حاجه حلوه يا جماعه ده. حاجه نضيفه بتتكت عليها اهو. ب 10 جنيه يا جماعه. تمام، تعالوا بقى نشوف حاجات ثانيه. بصوا شكل ثاني، هو ب 10 جنيه برده زي ما حضراتكم شايفين. في عندنا مجات
ده 3 ب 15 ولا 3 ب 10 ولا ايه؟ 3 ب 15 اهم شايفين اهي. طبعا الستاند ده لوحده. بصوا حبايبي في كذا شكل للي هي الحاجات دي الكوبايات. بصوا في شكل كده عامل زي اللي بيتاخد فيه القهوه العربي، وفي حاجه كده مزجزجه. الثلاثه ب 15، وفي حاجه زي كده يعني زي بيبقى مثلا مج كبير شويه. وبصوا بقى الصغنن ده، بصوا الحاجه الصغننه الجميله دي برضو الثلاثه ايه ب 15. تعالوا في كاسات كمان، في كاسات كمان لو حد عايز يجيب ايه طقم كاسات بمناسبه يعني عيد الام. في عندنا برضو علب التلاجة برضو ب30 جنيه، ده الثلاثة دول ب30 بدل 45. وهنعرف دلوقتي بقى اللي هي الحاجات دي بكام. تمام. في كمان الطقم ده بتاع السلطانية ده بالمعلقة ب35 اهو. تمام. هنشوف برضو في طقم بكام بقى. طبعا دلوقتي هجيب لكم دلوقتي طقم. بصوا يا جماعة الطقم الالومنيوم ده ب325، طقم الومنيوم. في كم حله بقى؟ 1 2 3 4 5، في 5 حلل طقم الومنيوم ب325 بس. طبعا ده غير الرفيع بقى اللي عنده الالومنيوم. فدي من ضمن الحاجات اللي بقول لكم عليها. في عندنا طقم الصواني ده 3 صواني، لا 5 صواني ب200 جنيه اهو. بصوا ده 5 صواني مختلفه الاحجام. تمام. وفي برضو عندنا عامل عروض النهارده جامده. وفي ده ب100، ده 3 كسرولة مختلفه برضو الاحجام ب100. وده كده 3 برضو برام الومنيوم ب100، 3 برام. عارفين البرام اللي بيدخل الفرن كده اهو. وفي حاجه تانية كمان، في دول 3 صواني بيتزا ب125. وفي اللي هو ده، بصوا العروض دي كمان. الطاجن ده، الطاجن ده ب175 اهو، 3 وده ب100، ده 3 قطع، ده 2 وده 3. تمام. شفتوا الاسعار بتاعتهم؟ اسعار حلوه قوي. غير بقى كمان عندنا الصيني، فيه بخمسة حاجات، بخمسة الطبق ده كده، وفي الاطباق دي ب7.5. وفي الكبير ده، الكبير ده بكام؟ الكبير ده ب15 زي ما انتم شايفين، بس الشمس ضاربة شوية. تمام. عرفنا بقى الحاجات الالومنيوم. بصوا حبايبي وعليه هدايا، ده ب325، وعليه كمان هدايا العلبه بقى دي. دول خمسة دول انا لسه عداهم. بصوا يا جماعه ما 325 8 عامل كام؟ وطبعا بصوا كان ب 750. تمام. وعندي 5 صواني في اهو. 5 صواني هي ب 200 معمول عليهم عرض ب 25. 200 حلوين. بصوا حبايبي حاجاتهم حلوه. امال علب الثلاجه دي بكام بقى؟ ب 50. هلال والنجمه بتخش الميكرويف. هلال والنجمه وبتخش الميكرويف. بصوا حبايبي، بصوا دول 4 هم. طبعا دول الغطيان بتاعتهم بتبقى غطيان محكمه الغلق زي ما حضراتكم شايفين. وفي طبعا صنف تاني، وفي اللي اصغر بقى. في كذا حاجه ده غير بقى ايه الحاجات اللي احنا شفناها، المجات والحاجات دي. وعنده فرضيات يعني، في طقم الشاورما كمان، حلل الشاورما عنده. وممكن تجيبي حله فرداني زي ما انت عايزه، ده غير السكاكين بقى والحاجات دي كلها. كل ده طبعا احنا فين؟ احنا في محل الحاج محمد قاسم في اسكندريه. غير بقى الرفايع كان في اسكندريه في العصافره قبل يا جماعه، في شارع المعهد الديني جنب البوسطه، وقلنا لكم جنب ايه؟ جنب البطل الروماني برده، في السوق، في قلب السوق نفسه. تمام. زي ما قلنا في الومنيوم، وفي حاجات صيني، وفي حاجات ازاز. في كمان الجرادل اهي قدامنا، والماجور بقى كل حاجه بحجمها. وفي كمان دي بكام دي؟ دي كسوه غساله 50 جنيه. ب 50 جنيه دي كسوه غساله يا جماعه، اللي هي الفوق اوتوماتيك. فول اوتوماتيك وكل حاجه موجوده. تمام. ده غير يا جماعه رفايع المطبخ اللي موجوده، او رفايع التنظيف، الجاروف والفرشه والحاجات دي كلها. وطبعا في جوه بقى مكان لكل حاجه، يعني الاطقم الكامله، الصيني والالومنيوم والحاجات دي كلها موجوده جوه. ان شاء الله نبقى نعمل جوله تانية باذن الله. بس احنا بقى ايه، بصوا المنشر ده ب 5 جنيه كمان، قلت افرجه لكم. المنشر ده يا جماعه بصوا، ففي حاجات حلوه قوي بصراحه. بصوا يا جماعه الثلاثه القلب دول اهم كمان ب100. تمام. وفي طواق اللي هي بتاعت البيتزا والحاجات دي. دي كانت الجوله بتاعتنا النهارده زي ما قلنا، احنا في المعهد الديني في اسكندريه عند الحاج محمد قاسم، جنب البوسطه على طول، في قلب السوق بتاع
المعهد الديني. يا رب الفيديو يكون عجبكم وشفتوا العروض الحلوة دي. أتمنى من حضراتكم الدعوة الحلوة واللايك والاشتراك في القناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.